بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا الثاني عن جهاد الصلاة. إحنا مع إننا قلنا إن الصلاة دي حاجة جميلة قوي لأنها لقاء مع الله ودلع على ربنا وشبع بحضن ربنا، بس لأننا متبرمجين في الدنيا على الاهتمام بالدنيا وعلى التعامل على الحسيات اللي نشوفه ونسمعه وناكله، الصلاة عمل بالنسبة لنا تقيل علينا بالذات كمبتدئين. الصلاة تقيل على نفسيتنا. احنا لما تقول لواحد كل ولا صلي، طبعا مفيش وجه مقارنة يعني، طبعا ياكل او اتفرج على التلفزيون ولا صلي، لا التلفزيون اسهل طبعا، او نقعد نحكي ونجيب سيرة الناس كده ولا اقف صلي، لا سيرة الناس ألذ. ده لأننا متبرمجين غلط، ده لأن الفساد مالينا فاحنا متبرمجين غلط، مش متعودين على الحاجات الحلوة. فطبعا عشان نتنقل من الوضع الملخبط ده ونبقى ناس بنحب الصلاة، دي نقلة مش قليلة، هتاخد مننا شوية مجهود. ده اللي بيسموه الآباء جهاد الصلاة. فاحنا بنجاهد عشان نوصل في يوم من الايام ان الصلاة تبقى لذيذة، تبقى بنحبها زي ما بنحب الاكل، وبعد شوية نحبها اكتر من الاكل. ده اللي اسمه جهاد الصلاة. بعد كده تبقى حاجة طبيعية انك بتكلم ربنا، ما تبقاش حاجة مكلفة نفسيا ولا جسديا، تبقى ما بتصدق توصل مع بعض الاباء انه يصحى مخصوص في عز نومه ومن احلى نومه عشان يكلم ربنا، او زي انبا بشوي اللي يربط شعره عشان لما يفقر مستخسر. طب ما تنام زي الناس، هو ما حدش بيقول له اعمل كده، هو خلاص الموضوع جميل قوي بالنسبه له لدرجه مستخسر يعني يضيع ساعه من غير ما يحكي مع ربنا. فالنقله لازم نعترف انها مش سهل. احنا كناس جزدانيين بتعبير الكتاب، عشان نوصل لناس روحيين مزاجهم الصلاة، الموضوع والشغل، بس هو ده أهم شغل يتعمل في الدنيا، لأن لو ما لحقناش نتنقل النقلة دي في خطر كبير قوي على مستقبلنا الأبدي. لما تنجح في تعديل أي حاجة في حياتك لكن تفضل الصلاة في حياتك عملية مهمشة روتينية سطحية تقيلة على قلبك لآخر العمر، خطر. بأي عين هتقابل ربنا؟ هتقابله ازاي اذا كان مستنيك طول عمرك تقعد معاه ما كنتش بتقعد؟ هتبقى تخوف. فاذا جهاد الصلاة انك تتعب شوية عشان تغير في ميولك واتجاهاتك ومزاجك، لا حاجة تستاهل التعب، اهم من اي اكسرسايز ولا ريجيم هتعمله في حياتك، لانه ده هيغير فيك حاجة وهتريحك طول العمر بعد كده. لما تتعب شوية وبعد كده تتعود وبعد كده تتلذذ، يبقى خلاص مفيش خوف عليك بقى. واحد خلاص مزاجه صلاة، لا ده هيخافوا عليه منين؟ ده خلاص ولا الشيطان يقدر عليه بعد كده. اقول لكم كام كلمة للقديسين الاول، لانه طبعا اكتر ناس داقوا الصلاة هم اللي عاشوا قديسين، هم اللي حياتهم كانت صلاة، فبيتكلموا بقى عن خبرة مش كلام نظري. واحد زي القديس مكاريوس يقول ايه، القديس ابو مقار: اتريد ان تقتني الصلاة الدائمة؟ والصلاة الدائمة يعني تبقى متصل بالله على طول، مش لازم تبقى واقف رافع ايديك، لكن في اتصال دائم قلبك وعقلك ما بيطلعش منه ربنا حتى وانت مع الناس. اجتهد في الصلاة، يعني مش هتيجي بسهلة، مش هتيجي لوحدها، مش هتصحى في يوم من الايام تلاقي نفسك بتصلي على طول، لا طبعا، لأن الوصية بتقول صلوا بلا انقطاع، يبقى عاوزة شغل. وحينما يرى الرب غيرتك، لما ربنا يلاقيك بتحاول تبتدي أول اليوم تصلي ونص اليوم تصلي، وانت في عربيتك تكلم ربنا، وانت قبل الأكل تقول دعوة حلوة، وانت زهقان عمال تشكي ربنا، لما يرى غيرتك وهمتك وسعيك في الصلاة يعطيك الصلاة. يعني انت هتسعى وتجاهد وتحاول، يقوم ربنا ينعم عليك في وقت انك تتلذذ بالصلاة، توصل بقى للي بنسمع عنه ده، ان ناس مبسوطة وهي بتصلي ومبسوطة ويمكن بالساعات. كلام اللي يبدو بعيد قوي عن عقلنا ده، لا ده هتاخده
وتاخده نعمة قصاد تعبك وجهادك ومثابرتك وغيرتك ومحاولاتك، شوية شوية توصل لكده، ويبقى كيف عندك تصلي، يبقى مزاج عندك تصلي، تبقى حاجة ممتعة. قديس يوحنا ذهبي الفم ده كان بطرك قسطنطينية، وسموه ذهبي الفم لأن عظاته كانت يعني قد كده مؤثرة في جيله، وكلها تقريبا محتفظ بيها في لغات أجنبية، وكتير منها بيترجم عربي دلوقتي. ده من القرن الرابع، وعظاته جميلة طبعا، كان مفسر أغلب الإنجيل كمان. يقول إيه؟ ثابر على الصلاة لكي يرضى عنك سيدك وتعطيه أنت فرصة. يعني لما تثابر في الصلاة تديله فرصة يديلك، تديله فرصة يفرحك ويعزيك ويغيرك ويملاك سلام وحكمة، اديله فرصة. هو مش عارف يشتغل معاك وانت بتديله دقيقتين في اليوم، وتعطيه أنت فرصة وسبب ليظهر رحمته عليك ويغفر خطاياك. انظر لا تمنع جوده بتغافلك. يعني هو عاوز يدلدق عليك حاجات حلوة، وانت اللي معطل ده لأنك متغافل ونايم في الخطأ. إن كنت في أسفل الخطية فهو القادر أن يقيمك، لذلك لا تبطل الصلاة، ما تبطلش تصلي مهما كانت حالتك، نادي ربنا قادر يعمل منك كل حاجة. وإذا لم تكن لك دالة، في واحد يقول لك هو أنا صلاتي مقبولة؟ ده أنا ما فيهاش حاجة عدلة. فإذا كنت حاسس إنك يعني مش معقول هيبقى لك دالة، دالة يعني مكانة أو شفاعة أو، فبالصلاة تصير لك الدالة. وانت فاكر اللي خدوا الدالة جابوها منين؟ يعني من كتر الصلاة بقوا ليهم دالة. عاوز يبقى لك دالة، خليك بتاع صلاة، لأنه يحب خلاصك من خطاياك. ربنا عاوز يطلع منك الغلط وأتعابك أكثر مما تحب أنت. تعبير جميل أوي، ربنا عاوز يشيل منك الغلط أكتر ما أنت عاوز تشيل الغلط. هو بيفرح بكده، هو مزاجه يصلحك ويخليك قديس، دي رغبته هو أكتر ما كانت رغبتك. فاحرص على المثابرة في الصلاة ولا تقل قط أني تعبت، لأن المثابرة في الصلاة تمنع التعب ذاته. لو صليت كويس تلاقي نفسك مش حاسس بالتعب. المثابرة في الصلاة تمنع التعب ذاته. واعلم أنه لا يمكن أن تكلل وأنت نائم. تعبير حلو، اعلم أنه لا يمكن أن تكلل وأنت نائم، إنما يكلل الذي يسهر ويتعب ويثابر على الصلاة. دي كده مقدمة الموضوع عشان ندخل نشوف بقى نعمل إيه بالظبط. هنقسمها لكم نقطة كده. أول نقطة نسميها جهاد البداية. جهاد البداية يعني إيه؟ أول الصلاة الطلعة الأولانية دي لوحدها عاوزة جهاد، عشان مجرد تبتدي تقول بسم الأب والابن دي لوحدها عاوزة شغل، بدليل ان في ناس بيعدي عليهم ايام ما بيصلوش، او تصحى الصبح متعكر او متاخر على شغلك، او كلمتين على المشي على السلم وخلاص، بللنا عسان متضايق راح اليوم، وهكذا. لا، بدايه الصلاه عاوزه جهاد. اول حرب هتقابلنا في بدايه الصلاه حرب الكسل. كسلان تصلي، كسلان، جسمك تقيل، نعسان، خملان، مفيش مزاج. يجي معاه حرب التأجيل، دي مشهورة. يعني ايه؟ طيب بعد كوباية الشاي، طب بعد ما افطر، طب بعد ما اخلص اللي وراي. طبعا اللي وراك ده هيجيب اللي وراه، واللي وراه هتلاقي نفسك بالليل يعني. انما التأجيل دايما يطير الصلاة غالبا. او القداس راح النهاردة، طب خليه الاسبوع الجاي، تلاقي الاسبوع الجاي بعد شهرين. حرب المشغولية، ودي حرب وحشة. ليه؟ لأنه إحنا نعذر نفسنا في دي بالذات، ربنا ما يعذرناش. لأنه تصور لما تقول لربنا أنا مش فاضي، ده هو اللي خلقك، ده هو اللي عملك، ده هو اللي مديك الصحة، ده هو اللي مديك النفس، ده هو اللي مديك اللي أنت مشغول بيه. فلما تقول له أنا مش فاضي، دي ملهاش عذر. يتهيأ لك أنك معذور، بصراحة أنت مش معذور في دي. يجوز تقول له أنا مريض، يعذر. أنا مش عارف أركز يا رب، يعذر. أنا بغلط، يعذر. أنا وحش، أيوه يعذر. إنما أنا مشغول، أنت بلا عذر أيها الإنسان، دي لأ.
ودي بانت قوي في المثل اللي حكاه ربنا يسوع عن مثل المدعوين. قال ملك عامل عشاء عرس لابنه فرحان بيه جدا ودعا المدعوين، دعا الباوات. اول واحد قال له انا مشغول لان اشتريت 5 تجواز بقر، خليك مع البقر. يعني التاني قال له انا مشغول لسه متجوز. التالت قال له انا مشغول لسه مشتري حتة ارض. قال حتة كلمة مرعبة، قال المدعوين لم يكونوا مستحقين، اطلعوا هاتوا لي الناس اللي في الشوارع الغلابة اللي في الحواري اللي مش هيقولوا لي مش فاضيين لك، دول اللي هيقدروا الدعوة، انا مش عاوز بهوات. فاللي بيقول انا مشغول لربنا، سوري، عمل فيها باشا. يعني هتقول لربنا مش فضيلك؟ ايه ده، اي كبرياء يوصل الانسان لكده يعني؟ فالعذر ده حاسبه منه لانه خدع ناس كتير قوي. وبعدين انتوا عارفين ان الصلاة تدي بركة في الوقت، يعني لو ابتديت يومك بالصلاة اليوم يبقى فيه بركة، انما من غير الصلاة ومن غير البركة تلاقي الحاجة اللي تاخد ساعة خدت 5. ادي المشغول اللي انت فرحان بيه. جهاد البداية كمان يجي معاه مثلا الدوشة، الدوشة تعطل الصلاة، لما تكون مدووش قوي مثلا في دماغك حتى تلاقي نفسك مش عارف تبتدي تصلي، او صداع هوسة حواليك زيادة، ضوضاء يعني، طبعا برضو مش عارف تصلي. التعب او المرض ممكن يعطل بداية الصلاة، النوم او الخمول الزيادة يعطل الصلاة. انا بتكلم عن المعطلات كالبداية، لسه في حاجات جوه الصلاة بقى، يعني تكون ابتديت وجوه الصلاة راحت منك الصلاة بره. طيب تعالوا نعالج، تعالوا نحط اقتراحات لعلاج بعض افكار الحروب الصلاة دي، يسموه الاستعداد. حروب البداية دي حطوها تحت عنوان كتير استعداد الصلاة. اول فكرة الاستعداد الصلاة، هيئ جسدك. يعني ايه؟ في ناس تقول هو ينفع وانا نايم، ينفع وانا قاعد، ينفع في الضرورة، ينفع لما تكون مش قادر فعلا تقف، لا وماله، انما مش معقول تكون بتعمل كل الواجبات الانسانية العادية بجسدك والتزام الصلاة تستخسر في جسدك. يعني لو جالك واحد مهم بتقوم تسلم عليه، لو محتاج تجيب دواء من التلاجة بتقوم لغاية التلاجة تجيب الدواء، لما تحضر عشاك بتروح تتحرك تحضر العشاء. عاوز في الصلاة ما تقفش او ما تركعش او ما ترفعش ايديك، مش هتعرف تصلي. عشان تصلي قدم جسدك ذبيحة، يعني ابتدي بعمل جسدي بسيط. الوقفة قدام ربنا ليها اعتبار عند ربنا، مجرد تقف قدام ربنا حتى لو مش مركز، بس انت وقفت قصاده او ركعت قصاده يبقى عملت حاجة، بتحاول اهو. فده الاستعداد، ما تهملش في دي. طبعا انا مش بلغي ان الصلاة الدائمة هتشمل بعد كده وانت بتتحرك وانت حتى وسط الناس مخك يكلم ربنا، بس احنا بنتكلم في الايه، في اول اليوم واخره على الاقل في الصلاة اللي هي العبادة. يعني هيئ جسدك بالاحترام اللائق. برضو شوفوا القديسين يقولوا حاجة مهم، يقولوا في علاقة بين الجسد والروح. ما ينفعش واحد يكون عامل كده مريح خالص ويصلي بروحانية، ما ينفعش. الإنسان لم يجسد بيشارك روحه في الصلاة، فالحركات الجسدية ليها قيمة في الصلاة، ليها قيمة في تحريك روحك. رفع الإيد له دور، الخشوع له دور، الإشارب اللي على الراس ده له دور، الركوع له دور، السجود له دور، كل واحد اللي يقدر يعمله. فكل احترام بتقدمه ده بينعكس على نفسك وروحك وانت بتصلي. هيئ نفسك كمان للصلاة بالهدوء، لأنه صعب قوي الواحد يركز مع ربنا ومخه مدوش في 100 حاجة. فحاول تاخد نفسك 2 3 دقايق قبل ما تصلي. مرة شافه راهب طالع كده قبل ما يدخل قلايته عمال يعمل ودانه كده، راهب ساذج كده عمال يعمل ودانه كده. فراهب صاحبه بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له بفضي اللي دخل قبل ما ادخل القلاية، عشان مش عاوز الحاجات اللي سمعتها تدخل معايا القلاية.
بسذاجة يعني عمل الحركة، كأنه إيه، سمع له كلمتين في الدير قلبوا دماغه، فداخل قليته الكلمتين هيدخلوا معاه مش عارف يصلي، فزي اللي بينفض ودانه. الهدوء ده بالقصد منه، إن الواحد يحاول يحرر دماغه بره المشغوليات، لأن أنت هتقعد مع ربنا، فأهم كتير قوي من السياسة والجغرافيا والتاريخ والفلوس والشغل والعيال، كل ده في إيده سهل جدا، استعد مع ربنا تدخل الصلاة وأنت معاك الدوشة دي كلها. ممكن التهيئة دي، احنا بنتكلم في كلام عملي دلوقتي، هيئ ذهنك ممكن بترتيلة بتحبها، ممكن تجمع دماغك بأي ترتيلة تكون بتحبها، أو بالتأمل في آية، يعني ممكن فكرة معينة تساعدك إنك تبتدي الصلاة. ممكن التأمل ده يكون في أيقونة، مثلا واحد يحب سورة العذراء فيبص لها شوية قبل ما يصلي، حلو. واحد يحب الصليب يبص له شوية قبل ما يصلي، كويس. واحد يفكر في الأبدية وبعدين يبتدي يصلي، جميل. واحد يفتكر يوم ما هيشوف المسيح جاي على السحاب وكل القديسين والعذراء جايين معاه وحبايبنا كمان اللي سافروا، والمقابلة هيبقى شكلها ايه. مجرد فكرة او منظر تدخلك في الصلاة، كويس. يبقى انت بتهيئ ذهنك عشان بتزق كده زي العربية المركونة، زقها عشان تنطر وتتحرك. أبونا إبراهيم لما ابتدى يصلي في مرة قال تعبير جميل، قال إني شرعت أكلم المولى وأنا تراب رماد. هو بيهيئ ذهنه، فحط في دماغه فكرة، أنا يا رب شوية تراب وهكلمك أنت سيد الكون كله، دي حاجة كبيرة أوي. وبعد ابتدى يدخل في الموضوع، لكن المقدمة دي ساعدته يحس بعظمة الصلاة وادت له تركيز وبداية حلوة. حارب فكرة التأجيل والكسل، احذر من شيطان التأجيل والكسل، لأن دول مش ضيعوا يوم، دول ضيعوا سنين من عمرنا. إنك تقول بكرة أو بعده أو الأسبوع الجاي، أو أنت الخسران، هو أنت الخسران، وخسران جامد. خسارة، خسارة الساعة اللي راحت دي، خسارة اليوم اللي راح من غير صلاة، ليه تسيبه الحاجات دي تروح منك؟ فاحذر من الفكرة دي. لدرجة في قديسين توصل معاهم، الأنبا أنطونيوس كان واحد منهم، كان يعلم رهبانه كده، لو جالك فكرة تأجيل وقول وهو أنا ضامن هعيش الساعة الجاية، يعني يبقوا عنف مع نفسهم في التفكير. وطبعا هما مش بيقولوا كلام غلط، هي فعلا حقيقة، لو قلت هصلي بكرة ما يكون النهاردة آخر يوم، ممكن طبعا. فرد على فكرة التأجيل بشدة، ما تسكتلوش بقى، أو فكرة الكسل اللي كان النهاردة آخر يوم، طب ما نخليهم كويس برضه، نقف قدام ربنا بذمة. افتكر القاعدة اللي قالها الإنجيل، الجسد يشتهي ضد الروح، يعني اوعى تفتكر جسمك ده في يوم يعني هيشجعك قوي على الصلاة، انت اللي لازم تزقه، لأن يشتهي الجسد النوم ويشتهي الأكل فيشتهي ضد الروح، والروح يشتهي الصلاة ويشتهي السجود ويشتهي الصوم ضد الجسد، فمش هيتصاحبه. خليك فاهم كده، وهذان يقاومان أحدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تريده. برضو فكرة تانية تساعدك ضد فكرة التأجيل والكسل، اذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء سنون تقول ليس لي فيها سرور. لما أشوف حد مثلا من كبار اللي مش قادر يخدم يقول لي بغير من الشباب اللي بينزلوا يخدموا، مع حق، خلاص هيجيب رجلين منين وصحة منين يروح ويشيل ويحط، هو حاسس انه يخسارة. لو انا كنت عرفت استفيد بالكام سنة اللي كنت فيهم صحة خدمت ربنا كان يبقى ليا عين اقف قصاده برضه احسن. او واحد يلاقي شباب حافظ الحان وحافظ مزامير وحافظ، يقول ما انا هجيب مخ منين يحفظ دلوقتي؟ طب ما انت لسه فيك مخ ولسه فيك رجلين. احذر من فكرة التأجيل والكسل، لأنه كده كده في أيام تأتي تقول ليس لي فيها سرور، يعني إيه؟ خلاص ما تقدرش تعمل رصيد، تو ليت، خلاص. طب اعمل دلوقتي، لسه في مخ، لسه في رجلين، لسه في صحة، الحقهم. فكر المشغولية رد عليه بعنف، دايما قول وهو انا اقدر اقول لربنا انا مشغول، يصح اقول له مشغول؟ ما يصحش. افتكر مثل المدعوين والكلمه الشديده اللي قالها المسيح دي،
لما قالوا له أسألك أن تعفيني، كل واحد اعتذر بأدب، بقى يقول له يا رب يعني اعذرني اعفيني، قال المدعوون لم يكونوا مستحقين. يبقى ما يستاهلش، ما يستاهلش يدخل السماء، بدل فضل يقول لي مش فاضي مش فاضي مش فاضي، خلاص يبقى مش فاضي خلاص، يدخل معايا السماء يعمل ايه؟ ما هو مش فاضي لي، كلام يخوف. فاوعى تيجي في ودانك حتة مش فاضي دي وتعذر فيها نفسك، لا. جميلة الحتة اللي في الصلاة، نقول ايه في ستة؟ ليس لنا دال ولا حجة ولا معذرة من اجل كثرة خطايانا، يعني ملناش حجة ولا عذر في ان احنا ما بنصليش او ما بنتوبش، لا، كل الاعذار غير مقبولة في الحتة دي. فكر المرض والتعب. القديس باسيليوس الكبير يقول كلمة حكمة، يقول ايه؟ لا تعتذر عن الصلاة بالمرض، لان الصلاة وسيلة للشفاء من المرض. فاهمين؟ لما تعذر نفسك وتقول انا مريض، ما هو عشان مريض صلي، امال هتخف ازاي من غير صلاة؟ غالب المرض بالصلاة. صحيح بقى لو تعبان قوي صلي وانت نايم وانت قاعد، بس صلي، لانه مش معنى انك مريض ما تصليش، ده الصلاة اهم دواء في روشتة علاج اي مرض، هي الصلاة. قيل عن واحد اسمه آسى، بدأ حياته كويس كملك وانتهت حياته وحش، في آخر حياته يتقال كلمة تؤكد انه بعد عن ربنا، فيقول ايه؟ اشتد مرضه، وفي مرضه ايضا لم يطلب الرب بل الاطباء. هو مش غلط يطلب اطباء، انما لم يطلب الرب للدرجة دي، يعني حتى في المرض ما قلتش يا رب اشفيني، خلاص اتعودت ما تصليش للدرجة دي. ده كان الراجل ده كان كويس في اول حياته. فكر النوم او حب النوم، تعبير جميل لبولس الرسول، يقول ايه؟ انتم ايها الاخوة لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، جميعكم ابناء نور وابناء نهار. اليومين اللي فاتوا في ناس كتيرة سهرت غصب عنها لان خافت يجي عليهم حد بالليل وما يكونوش في امان، مش كده؟ سهرنا غصب عننا لانه خفنا من الحرامي. طب ما تعملش كده روحيا، وده اخطر روحيا، اخطر ليه؟ لان العمر لو اتسرق الابديه دي كلها راحت، فاحنا مش عاوزين نبقى اولاد ظلمه. حتى يدركنا ذلك اليوم كلص، جميعكم ابناء نور وابناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمه. ما تسيبوش الظلمه تغلبكم، ما تسيبوش النوم يغلبكم، ما تسيبوش الاحتياج الجسدي العادي هو اللي يمشي كلامه علينا. عافر مع النوم شوي، اوح النوم شوي، ما انت بتاوحه عشان الضيوف، وبتاوحه عشان التلفزيون، وبتاوحه عشان حاجات كتيرة، ما تاوحش النوم شوي عشان ربنا. ومش بقولك ما تنامش طول الليل، بس اوحه نص ساعة يبقى سهرت برضو عشان ربنا، يبقى عملت حاجة من الوصية. فلا ننام، شوف التعبير الحلو ده، لا ننام إذن كالباقين. يعني الإنسان اللي ما بيقولش يا رب اول ما بيجي النوم بينام، انت نام اه بس مش زي غيرك، يعني يقول له لا استنى شوية يا نوم، انا عندي موضوع اهم. فلا ننام اذا كالباقين، فاللي كل ما يجي له النوم ينام يبقى غلط، يبقى مش روحاني بقى، يبقى الموضوع عنده الصلاة مركونة خالص. بل نسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، أما نحن الذين من النهار فلنصحوا. اصحوا لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. كأن الصلاة هي اللي هتزود إيمانك. كلنا عندنا ضعف إيمان، واكتشفناه بوضوح الأسبوعين اللي فاتوا، كله اكتشف انه قليل الإيمان. أشهر اعتراف من 25 يناير، أول اعتراف كده لكل لستة المعترفين، يا بونا طلع ما عنديش ايمان. شاطر يا حبيبي، عادي يعني، ما قاعد بسمعها 100 مرة هقول لك ايه، عادي الاسبوعين دول ده اعتراف عادي كويس، اديك عرفت. طب وبعدين الايمان هيجي ازاي؟ هيجي بالصلاة. يبقى انت ناقصك ايمان، يبقى ناقصك صلاة. لما تسهر وتصلي شوية 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 الايمان يزيد، فلو جت ازمة تاني تلاقي نفسك متماسك اكتر، لأنك مش خايف، خلاص
ثقتك في ربنا زادت هتيجي من غير صلاة؟ يا ابو انا مش عارف احب الناس، تاني اعتراف غالبا، تاني اعتراف ملوش علاج غير الصلاة. صلي عشان ربنا يحط المحبة في قلبك، قلبك يوسع تحتمل الناس وتحبهم. انما هتحبهم ازاي؟ في ناس ما بتتحبش، لكن تتحب بربنا يعني لوحدها كده، ما تتحبش بربنا تتحب. التالت حاجة الرجاء، العشم في ربنا، الرجاء برضو يجي بالصلاة. لما تصلي عشمك في ربنا يزيد، رجائك يزيد، تبقى عندك بلغة الناس تفاؤل، تبقى شايف الدنيا حلوة، بكرة حلو، كله هيمشي كويس. الرجاء ده مش هيجي من غير صلاة. فعمال يقول لنصحى لنسهر لنصلي ليه؟ عشان تلبسه درع الإيمان والمحبة وخوذة الخلاص، تبقى مسلح بقى خلاص. يجي شيطان الشك تقول له بقى اجري بعيد، شيطان اليأس اجري بعيد، شيطان الكراهية ما يقدرش عليك. ليه؟ خلاص في درع وفي خوذة، تمام كده. كل ده يجي بالصلاة. كمان في يوحنا 11 في تعبير جميل كده، مضت مارثا ودعت مريم اختها سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه. طبعا احنا فاهمين الموقف، كان لعازر ماتوا الاتنين قلبهم وجعهم وتعبانين، وبعدين ايه ربنا يسوع ما كانش جه بدري، فجه على رابع يوم وهم مستنينه من قبل ما لعازر يموت، وصعبان عليهم ان ما لحقوش قبل ما يموت. فمرثا قالت لها يسوع جه، فقامت مريم تجري. كام واحد بقى بيقوم يجري عشان يقابل؟ حتى لو جاي يجري يعاتبه، تعرفين مريم جريت عليه تعاتبه، مش تصلي تقول له لو كنت هنا ما كانش مات. لكن ارتاحت في اخر الكلام وقام لعازر. اذا حتى لو انت صعبان عليك من ربنا ملهاش حل غير تروح له برضه. حتى لو زعلان مع ربنا كلمه، اجري عليه وكلمه، لكن تقفش من ربنا ما تصليش كده باظت خالص. كلمات اخرى جميلة نحطها برضو في موضوع جهاد الصلاة. يقول القديس يوحنا الدرجي، يوحنا الدرجي ده قديس من القرن السابع، كان رئيس أديرة سينا، وكان شخص عظيم وله تعليم جميلة قوي للرهبان وفي الأمور الروحية. قال بداية الصلاة هي طرد الأفكار السيئة التي تهاجمنا فور ظهورها بعبارة واحدة يسموها مونولوجية. المونو أحادي، لوجية اللي هي حاجة منطقية يعني جاي منها اللوجيك. فالمونولوجية انك تقول جملة تفضل تكررها شوية لغاية ما مخك يركز. يعني ممكن واحد يعمل ايه فأول الصلاة يلاقي مخه مش مركز، يقول له يا رب علمني أصلي، اديني روح الصلاة، خليني أحس بيك. أو يقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يقعد يعيدها شوية. فبداية الصلاة إنك تطرد الأفكار أيا كان نوع الأفكار، أفكار في الدنيا، أفكار شك، أفكار شهوة، أفكار غيظ، اطرد كل الزبالة دي بمقطع صلاة تكون بتحبه، كرره شوية. مع الصلاة دي تلاقي الشياطين عمالة تروح، تبتدي بقى تحكي مع ربنا براحتك. كنت هتصلي مزامير ولا من قلبك كله حلو، بس تبقى ابتديت تدخل يعني في المضمون والموضوع بجد. كلمة تانية القديس يوحنا الدرجي يقول ايه، قبل وقوفك للصلاة تهيأ بصلاة داخلية مستمرة فتتقدم بسرعة. يعني ايه؟ حضر نفسك للصلاة، جهز للصلاة، لم عقلك بتركيز في موضوع مهم للصلاة. وممكن تاخدها حتى من الإجبية، ممكن أبان الذي تقولها على مهلك وتفكر فيه هتساعدك تصلي بعد كده بنفس. فلنشكر صانع الخيرات، خدها على مهلك وقولها كلمة كلمة هتساعدك تركز، لكن ما تدخلش على الصلاة جري جري كده. افتكر كام حاجة يمكن تساعدك في حروب البداية. احنا كل ده على حرب البداية على فكرة، ده موضوعنا يعني دلوقتي. في بعض الأفكار لو تحصنت بيها قبل ما تدخل تصلي هتفضل تشجعك تصلي طول العمر. أول فكرة تسندك عشان موتيفيشن يعني تشجعك انك تصلي،
الصلاة هي حصن من التجارب، كلنا بنخاف من الأخبار الصعبة والأيام الصعبة، مش كده؟ طيب بدل بتخاف صلي. عندنا قاعدة كده جميلة قالها المسيح في ليلة صليبه، قال لتلاميذه اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. يبقى يوم ما تسهرش وما تصليش ما تستغربش لما يجي لك علقة سخنة، ما انت ما صليتش، بدل خايف صلي. هتقولوا احنا لازم ناخدها بالخوف، ما احنا مش واخدينها بأي طريقة تانية، بدل لا منافع معانا الذوق ولا الحب ولا الدلع، ولا خلونا نخوف نفسنا، ايه المشكلة عشان نصلي كويس؟ ايه يعني لما تيجي قبل ما تنام تقول لا وانا انام من غير ما اصلي ازاي؟ تحصل حاجة وحشة، وانا هنزل من بيتنا من غير ما اصلي ازاي؟ يوم ما يفوتش، لا انا عاوز يفوت على خير. وهكذا. اذا تذكر ان الصلاة تحميك من التجارب. هتقولوا طب ما في ناس حلوة بتصلي وبيحصل لها حاجات، لو حصل لها حاجات هتتقلب خير كلها، هيلاقوها انها كلها خير في الاخر، فيبقى انت كده كده كسبان، لكن انت مش قد التجارب، مش هتجيلك تجارب، بس صلي. يقول بقى في نفس المقام ربنا يسوع لأن الروح نشيط أما الجسد فضعيف، فلو هتمشي ورا الجسد مش هتصلي أبدا، الجسد مش غاوي صلاة، الجسد عاوز نوم وأكل وحكاوي وبس، ما ينفعش بقى. وبعد كده الأبدية المرتبطة بالروح مش بالجسد دي هتدخلها إزاي؟ تاني فكرة مهمة، الصلاة تطرد الشياطين، دي قاعدة برضو ذهبية. هتقولوا احنا بتوع الشياطين يعني بنتحارب؟ كلنا بنتحارب، لان ابليس عدوكم يقول كاسد زائر ملتمسا من يبتلع، يوميا في حروب شياطين. انت بتغضب بتبقى في امان الله وتلاقي الغضبه كلت عقلك وانفجرت ولخبطت خالص، ايه ده كل ده؟ الشيطان بيلعب بيك. بيلعب ليه بيك؟ ليه؟ عشان ما بتصليش كويس، تبقى قاعد وتجي لك افكار شك تقلبك من ناحية الناس وتبقى بكاره الناس ومعفرت وحالتك حال. ليه؟ الشيطان بيلعب بيك. ليه؟ مش بتصلي. افكار شهوة وطمع وحبيت الفلوس وكلت عقلك وهتدوس على الناس كلها بسبب الفلوس، ايه اللخبطة اللي جريت لك دي؟ الشياطين بيلعبوا بيك. ليه؟ عشان مش بتصلي. صلي تلاقي كل ده ابتدى يروح، لا الشهوة تغلبك ولا الفلوس تغلبك ولا الغضب يغلبك ولا الكراهية تغلبك، تلاقي عقلك هادي وقلبك هادي وكله جميل، كل ده بالصلاة. الصلاة تطرد الشياطين. فلما الواحد يفتكر انه في حالة حرب وفي شياطين بتحاربه، عشان كده الأيام بتمشي تقيلة وفي نكد في البيوت وفي مشاكل كتيرة بين الناس وبعضها والناس مش عارفة تعيش في سلام، كل ده قلة صلاة. ببساطة الشيطان مبرطع واخد راحته جدا لأنه مفيش صلاة. لكن واحد بيصلي كويس مأمن نفسه بالصلاة، لو كل ده ما بيعديش عليه زي الباقي. تذكر كمان إن الصلاة تجعلك أغنى إنسان. الغنى أنواع، وأغلب الناس مخدوعة في غنى باطل، فاكرين إن الغنى بالمليارات. طبعا الناس بتتكلم في المليارات اليومين دول كأننا بنتكلم في 5 جنيه عادي يعني. أنا لغاية قريب ما كنتش عارف المليار كام صفر، صدقوا مش فاهم المليار ده قد إيه. المهم يعني الغنى ده كله باطل، والأيام دي أثبتت كده بشكل واضح جدا، لأن الرسالة صريحة جدا، الغنى هو اللي جاب المصائب بالنسبة للناس دي. ففي غنى تاني ما يخسرش أبدا، هو الغنى بربنا اللي خلق، مش الفلوس اللي خلق الدنيا كلها. في تعبير جميل يقول لك خليك غني بربنا، ده متاخد من الانجيل، يقول لك غنيا فيما لله. يعني الخط اللي بينه وبين ربنا خط قوي مفتوح، فيقدر ياخد من ربنا اللي هو عاوزه. اهو ده غنى ملوش مثيل على الارض، لا بورصه ولا فلوس ولا كلام من ده، بقى خلاص ده غنى مختلف. طب ربنا يديكوا كلكوا تبقوا أغنياء في الدنيا، بس صدقوني ما تستاهلش، في غنى لو خلصتوا عمركم من غيره هتقعدوا فقراء للأبد بعد كده. طب ليه ما تلحقوش تستغنوا تغتنوا يعني بربنا؟ وسكتها سهلة، أسهل جدا من الدنيا. وقفة الصلاة تغني، وقفة الصلاة كنز، رصيد في السماء،
وربنا يسوع استخدم نفس التعبيرات لما قال لا تكنزوا كنوزا على الأرض حيث ينقب السارقون ويسرقون، حيث يفسد سوس وصدأ، اكنزوا في السماء، لأنه حيث يكون كنزك يكون قلبك. وقال في السماء مفيش حرامية، فمفيش حاجة هتروح، يعني الصلوة الحلوة اللي صليتها ما تخزنها، ولا أي بنك يقدر يلعب فيها، ولا أي سياسة تلعب فيها، خلاص عملت خير وحبيت ربنا، كل ده قاعد بقى في السماء. طب مش خسارة؟ قاعد طول اليوم عشان ايه؟ يومك بكام يعني؟ ب 500 جنيه؟ ب 1000 جنيه يومك؟ مهما كان يومك بكام؟ طب لو خدت منه ساعة صلاة، ده انت تبقى عملت مليارات بس بلغة أخرى. فتذكر ان الصلاة غنى، يمكن ده يحفزك على الصلاة. احنا بنفكر بأفكار محفزة، فاهمين الغرض من الكلام؟ افتكر ان من غير صلاة هتبقى لعبة في ايد الشياطين، هيبهدلوك. من غير صلاة هتخسر أبديتك، بالصلاة هتبقى غني جدا. معلمنا بولس طبعا فهم الكلام ده من بدري. بولس كان غني في أول حياته، يعني ابن عز، إنما خسر كل حاجة بسبب علاقته بالمسيح، وقال خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية كي أربح المسيح. فألف مرة كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. بإيه يا سي بولس؟ بالصلاة. ايه حيلتك يعني؟ ايه اللي معاك؟ قال شوية الصلاة، الصلاة تخليه يغير شكل الدنيا كلها. الصلاة مفتاح كل العطايا. عاوز نجاح؟ الصلاة. عاوز شفاء؟ الصلاة. عاوز سلام؟ الصلاة. عاوز حل المشكلة؟ الصلاة. تذكر ان الصلاة هي المفتاح السحري اللي تاخد بيه اي حاجة كويسة. طيب ليه ما تستعملوش المفتاح ده؟ ليه ما يفضلش في ميداليتك طول الوقت؟ اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. طب ليه؟ يبقى احنا لما ما بنطلبش وما نزلش يبقى الحياة غشم مننا يعني؟ ليه نعمل كده في نفسنا؟ بدل عندك وسيلة تاخد بيها. كلنا بنخاف على أولادنا. مرة أم ست طيبة كده بيسألوها أكتر حاجة ربيتي بيها ولادك إيه؟ قالت الصلاة. يعني إيه؟ كلنا مقصرين في تربية عيالنا. طيب التقصير ده مش هيتعوض، بالذات لما بيكبروا هنعوض إيه بقى؟ خلاص كبر، متقدرش تجيب يوم من امبارح وتصلح تصرفاتك. تقدر بالصلاة تعدل مسارهم وتحفظهم وتحميهم وتعوض تقصيراتك. طب يلا صلي. إذن الصلاة مفتاح لكل حاجة حلوة، حاجة سهلة اسمها الصلاة. بس زود بقى، كل دي أفكار محفزة، لما الواحد يقتنع ويفكر نفسه بالأمور دي ما يستخسر، يضيع صلوة من إيده، يجي في يوم كسلان يصحى قداس يقول لا ده القداس ده مكسب، ده القداس ده هيستر على بيتي وعيالي، ده القداس ده هيخليني عندي سلام وعندي حكمة، ده القداس ده هو اللي هيبارك في شغلي، فيبتدي يفكر نفسه، يقوم يصحى حتى لو ما نامش ساعتين بالليل، لأنه حاسس في حاجة، صفقة كبيرة هتروح منه. القديس باسيليوس يقول إيه؟ إن كان سؤالك حسب مشيئة الله ومرضاته فلا تكف عن السؤال حتى تناله. كلمة جميلة أوي. يعني إيه؟ في طلبات كتيرة بنطلبها احنا واثقين انها لا تتعارض مع مشيئة الله، مش كده؟ وفي طلبات بنبقى مش عارفين، يعني مثلا تطلب مشروع ينجح، اقول لك ما انت مش متأكد المشروع ده صالحك ولا، لكن تطلب ستر على اولادك طبعا حسب مشيئة الله، تطلب نجاح عموما، تطلب سلام، تطلب فرح، تطلب خير، ده كل ده حسب مشيئة الله. هيتعارض مع ربنا في ايه؟ تطلب تبقى حكيم، تطلب نجاح في خدمة، تطلب واحد يرجع لربنا، كل الطلبات اللي من النوع ده حسب مشيئة الله. ما تبطلش تصلي غير لما تاخدها، لأنك متأكد انها حسب مشيئته. يعني ممكن تبقى في حيرة في بعض الطلبات، يا ترى دي مشيئته ولا مش مشيئته؟ لكن صدقوني أكتر من 90% من الطلبات للناس الكويسة اللي زيكم عارفين انها حسب مشيئته. طب ما نزن بقى، ما نطلب، لان هو عاوز يدينا حكمة وعاوز يدينا خير وعاوز يدينا نجاح وعاوز يستر علينا وعاوز يدينا ده كله.
نقطة تانية جميلة، تذكر أن الصلاة مدخل الاستنارة. يعني إيه الاستنارة؟ حاولوا تتخيلوا معايا، كلنا جوانا مساحة من الضلمة مش قليلة، في ضلمة جوانا. الضلمة دي بتبان في الكآبة وفي الخوف وفي القلق وفي الغيرة وفي الغضب وفي النكد، ده كل ده في لغة الإنجيل اسمها ضلمة. النور كل حاجة حلوة بقى، عكس اللي أنا قلته، السلام والفرح والحب والبساطة والتلقائية إذا واضح إن إحنا في ضلمة كتيرة قوي جوانا. عشان تغير من الضلمة للنور أهم حاجة هي الصلاة. كل ما تصلي النور يزيد، حط مع النور كل حاجة جميلة تلقائية من غير ما تفكر، وحط مع الضلمة كل حاجة سلبية معكرة الحياة. تفتكر كلمة الاستنارة دي، انت الصبح اول ما بتصحى ولما بتصحى في نص الليل بتنور النور. طب احنا عايشين في عالم ظلام، العالم ده ظلمة بطبعه، العالم وضع في الشرير، الجالسون في كرة ظلال الموت اشرق عليهم نور. نور على نفسك بالصلاة، لما بتصلي الدنيا بتنور، مخك بينور وقلبك بينور والدنيا بتبقى حلو. يقول ثق أن الصلاة هي المفتاح الذي يفتح المعاني الحقيقية للكتب المقدسة. مارس حق يقول لما تقرأ الإنجيل مش فاهم، عادي عادي أنك ما تفهمش للوهلة الأولى، صلي واقرأ تاني تلاقي نفسك ابتدت تفهم، لأن مفتاح فهم الكتاب الصلاة برضه. فأقعد كلم ربنا تلاقي كل شوية بقيت تفهم أكتر. عشان كده إنجيل كنيستنا تخلط الصلاة بالإنجيل، ده يجيب ده وده يجيب ده. عاوز تفهم الإنجيل صلي، وعاوز تصلي اقرأ الإنجيل. الصلاة هي عملك على الأرض، شغلتنا على الأرض كمسيحيين نصلي. أهم حاجة شوف أنت تكسب وتنجح وتعمل اسم كبير وبتاع، كل ده لزوم الدنيا بس، ما يتصرفش في السماء خالص. اللي يتصرف في السماء إيه؟ الوقت اللي قضيته مع ربنا، شغلك مع ربنا. طيب عمرك مهما طال، نقول 100 سنة مثلا، طيب عملت واشتغلت وتعبت عشان 100 سنة، الأبدية نقول ايه 1,000,000 سنة، طبعا هي أكتر من كده. طب الشغل اللي طالع لحساب الأبدية هو الصلاة، أو هو العمل الروحي عامة. فلما تحط أولوية لشغلك وعلاقاتك وكل حاجة، والصلاة تبقى آخر حاجة، بصراحة تبقى بتفكر غلط خالص. تبقى ركزت في 100 سنة بالتفاؤل ونسيت 1,000,000 سنة. ليه كده؟ فهنا داود النبي اللي كان ملك، اللي المفروض يبقى مشغول اكتر من اي حد، فهمها صح، فقال اما انا فصلاه. مش في ملك وفي مشغول، لا لا لا، انا بقى يعصروني صلاه، حياتي صلاه، اصحى صلاه، انام صلاه، اكل صلاه، اما انا فصلاه. ام بنطونيوس بقى له شعار جميل، يا ريتكم تحفظوه الشعار ده، ارفع يديك قبل أن يرخيها الموت. كلمة صريحة وعنيفة بس مهمة. لما تصحى الصبح وتكسل تصلي افتكر الكلمة دي، ارفع يديك قبل أن يرخيها الموت، لأنه ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.